أهلا بكم. ممنوع المرور، ممنوع الدخول، ممنوع الوقوف، حتى ممنوع النظر. لافتات غير مرئية كنا نقرأها في البتاوين، كل ما يحصل هناك يشعرك بأنك تعيش أحداث الرعب في إحدى القصص الهوليوودية. جنسيات وألوان متعددة، وتجارة تملأها الشبهات، أتاوات بعناوين أو تحت سطوة السكين، والضحية هو المواطن المسكين. من يأخذ حقه في مكان لا حق فيه أمام الباطل؟ إلى أن جاءت عملية الداخلية، قوات وضباط داهموا الأوكار بحثاً عن العصابات لإيقاف عجلة الجرائم ووضع بصمة خدمية تعيد الحياة لهذه البقعة المنسية. فهل ستشرق المنطقة بحياة أخرى أم ستبقى مرتعاً لمن هب ودب؟ أهلاً بكم. أرحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في الأستوديو رئيس مؤسسة نارامسين للحوار والتنمية المجتمعية دكتور حيدر البرزنجي. مرحبا بحضرتك. أهلا ومرحبا. وأيضا الباحث في الشأن السياسي والاجتماعي الأستاذ نوال الموسوي. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. أستاذ نوال، دكتور إذا تسمح لنا اليوم نبدأ من النساء. موضوع الحملة اللي قامتها وزارة الداخلية للدخول لمنطقة البتاوين، هذه المنطقة اللي حصل فيها كثير من الجرائم، الكثير من المجرمين الذين يسكنون في هذه المنطقة. شلون تشوفين اليوم هذه العملية وتحديدا الأمر اللي جاء بتنظيف هذه المنطقة من العصابات؟ تفضل. تحية طيبة لحضرتك الضيف الكريم، لكل مشاهديكم. بالتأكيد يعني التحرك وإن جاء متأخرا لكن أن يأتي أفضل مما لا يأتي نهائيا، وخصوصا لهذه المناطق تحديدا منطقة البتاوين التي تقع في قلب العاصمة العراقية، وبالتالي هي تطل على العديد من الأحياء السكنية والحيوية في المنطقة وفي العاصمة. هي كانت بحاجة إلى هذه الخطوة منذ زمن بعيد، تعتبر من المناطق المقفولة، خلينا نسميها بصريح مقفولة لأعداد يعني خارجة عن القانون لكل عمليات اللا شرعية واللا قانونية. فبالتأكيد هذا التحرك يعطي الضوء الأخضر للتحرك لبقية المناطق. احنا ما عندنا فقط هذه المنطقة، عندنا بعد العديد من المناطق، لكن هذه أهم المناطق التي تم السكوت عليها إلى ما يقارب 40 إلى 50 عام. فبالتالي تحرك وزارة الداخلية على هذه المنطقة نتأمل أنه يستمر، ونتأمل أنه يصل إلى بقية المناطق كذلك، وأن تخضع هذه المنطقة لرقابة أمنية مكثفة، وأن تعاد التقييمات الأمنية وحتى الـ يعني مناطق التركيز فيها تكون بدرجة عالية، وخصوصا هي لابد أنه أيضا تخضع للتعديل والترميم في قلب بغداد، حي سكني في قلب بغداد، و يعني بحاجة إلى تنظيفه، وبالتالي الشروع في إعادة تأهيله هو وسكانه. جيد. دكتور، شنو اللي يحصل بالبتاوين؟ شلون راح تقدر الداخلية تتعامل مع هذا الملف المهم جدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لجنابك ولضيفتكم الكريمة ومتابعي قناتكم الموقرة. دعني في البدء أقدم جليل الشكر والثناء للأخ السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لجهوده المتواصلة. تعرف حضرتك في ظل هذه الحكومة كثير من المظاهر التي لا تتناسب مع ثوابت المجتمع العراقي،
واللي بدأت تتفشى للأسف الشديد في الآونة الأخيرة، واللي جزء من عدها أنا أعتبره جزء من الحرب المعرفية على المجتمع المحافظ، المجتمع العراقي، ووصلت المرحلة إلى أنه تفتح كثير من الأماكن الغير مرخصة قانونياً، واللي يمارس فيها أنواع من مجموعة، يعني يجتمع فيها مجموعة من خارجين القانون، اتجار بالبشر، بيع للمخدرات، ارتياد لمجموعة من الذين لم يبلغوا حتى السن القانوني. فكانت هناك حملات سبقت هذه الحملة في المناطق السكنية، منع وغلق لهذه الأماكن، يعني جزاهم الله خير الجزاء، حقيقة يستحقون الشكر والثناء. وبالتالي كانت منطقة البتاوين هذا الحي اللي يحمل كثير من المتسولين من الأجانب الغير مرخصين بوجودهم في العراق. هناك فنادق أيضا كانت تأوي هؤلاء، نعم، صار بها صالات لعب قمار وإتجار بالبشر وبيع لأعضاء بشرية وبيع ل يعني من مجموعة من البنات اللي تهرب من أهاليها وذويها من يصير عندهم مشاكل، صار مأوى. وبالإضافة إلى قضية تعامل وتداول المخدرات، فكان هناك رأي، طبعا هذا لم يأتي من في ليلة وضحاها، كان هناك أرضية، نعم، جمع للمعلومات والجهد الاستخباري أيضا مشكورين، خلال سنة جمع كل شيء عن كل ما يحصل، وقدم تقرير إلى السيد وزير الداخلية وبالتنسيق مع القضاء، يعني مشكورا الأخوة السادة القضاة ويعني هيئة القضاء العليا كان لها دور في التعاون ما بين الأمرين، ما بين الوزارة الداخلية الجهة التنفيذية والجهة القضائية، وبالتالي أصدروا مجموعة من الأحكام بحق هؤلاء أو إلقاء القبض، نعم، بداية الأمر أمر قبض وتحري لهذه الأسماء التي جمعت من خلال الرصد الاستخباري، وذهبوا باتجاه الحملة التي أنتجت وما زالت طبعا هي مستمرة إلى أن يتم القضاء، لأن هناك أكثر بحسب معلومة أكثر من 1500 مطلوب اللي تم إلقاء القبض عليهم، ما بين 300 إلى يعني 200 إلى 300 شخص تقريبا. جيد، إذا تسمح لي دكتور، أستاذ نوال، البعض يشوفها اليوم عملية أمنية بسيطة، لكن بالحقيقة هي عملية مؤثرة جدا. ما خطورة هذه المنطقة والأشخاص الذين يسكنون هذه المنطقة وتأثيرهم على العاصمة بغداد وعلى العراق بشكل عام؟ كما أشرت لحضرتك أنه الموقع الجغرافي للمنطقة وحساسيته، وخصوصا يعني هي مو منطقة مغلقة، يعني وإن كانت معروفة ومعنونة وتحت الرقابة، خارج في محيطها كان في رقابة، لكن بالتالي هي في قلب بغداد، هي مؤثرة جدا على انتشار المخدرات، مؤثرة على استقطاب الشباب واستقطاب حتى بعض الجنسيات الأخرى من خارج هذه المنطقة. فبالتالي إعادة غربلة هذه المنطقة وإعادة ضبطها، وإن كان يعني أنا أختلف مع الدكتور لأنه الموضوع مو جديد، يعني إحنا وإحنا صغار نعرف البتاوين منطقة يعني شبه محظورة على العوائل، لأنه سمعتها سيئة، يرتادوها جميع يعني الأشخاص غير المؤهلين حتى للسير في المجتمع، وبالتالي هي بحاجة إلى نهضة لإعادة بناء الإنسان وإعادة صياغة القوانين فيها، وإلا هي يعني كموقع جغرافي هي في قلب بغداد كما أشرت لحضرتك، وهي تطل على العديد من الأحياء الحيوية في، يعني لا تنسى احنا مثلا شارع السعدون يعني من أهم المراكز التجارية والحيوية في العاصمة بغداد. فبالتالي السكوت لفترة طويلة أعتقد كان إلى دوافع، لكن اليوم أكو دوافع أخرى
برزت لي. شنو اذا تعتقدين اكو دوافع، شنو ابرز الدوافع اللي كانت تجعل؟ يعني بتصوري بالنسبه للمجتمع العراقي كان دائما يقيد هذه المجاميع بمناطق محدوده خوفا من انتشارهم الى بقيه المناطق، لكن بالتالي من نجي نتابع هل فعلا انه بقيت هاي الفئه مسيطر عليها في منطقه معينه في البتاوين مثلا، هل مارست انشطه خارج البتاوين؟ القاء القبض على حتى لو نصفهم وتشتيت البقيه هذا يضعفهم. اليوم نتحدث عن امبراطوريه داخل البتاوين. بالضبط، لانه الفتره طويله أستاذ، الفترة طويلة، يعني هاي من المناطق المسكوت عنها وبعلم ودراية كل الحكومات حتى من قبل التغيير. البتاوين منطقة موبوءة وكانت ولا تزال، يعني قبل يعني الإجراء هذه العملية، لا هي وكر لكل الممنوعات. والمشكلة أنه هي منطقة مركزية نظرا لجغرافيتها الحساسة، فأعتقد أنه إعادة غربلتها وتصحيحها وتصحيح البنى، حتى البنى التحتية التعبانة بها، يعني الأبنية الموجودة بها، بتصوري هذا خطوة في محلها، ونتمنى أنه تستمر وأيضا أن تصل إلى بقية المناطق. دكتور، متابعة هؤلاء في منطقة البتاوين إذا قدروا يطلعون من هذه المنطقة فبالتالي راح يشكلون خطورة في مناطق أخرى، برأيك شلون تعاملت الداخلية مع هذا الملف؟ يعني طبعا هذه هي شبكات جريمة منظمة ولديها امتدادات في مناطق بقية مناطق بغداد وحتى المحافظات. أنا أعتقد أنه الجهد الاستخباري هو الجهد الأساسي، تعاون الجهات والفئات الأمنية المتعددة بعناوينها الوظيفية، جهاز الأمن الوطني، استخبارات وزارة الداخلية، كذلك استخبارات العسكرية، يعني كل هذه الجهات الأمنية، استخبارات الحشد، أمن الحشد، لهم دور كان حقيقة، فتعدد أدوار ووحدة هدف. بنتيجة تحققت الإرادة، قلت لحضرتك في منذ تسنم هذه الحكومة، هسه ما أريد أقول الحكومات السابقة بين تهاون وبين انشغال، كان هناك إرهاب من منطقة لمنطقة، تعرف كانت معزولة بصبات وكان لا أحد يستطيع أن يذهب إلى مناطق معينة لأنه هويته المذهبية لا تسمح له أن يدخل هذه المنطقة، فكان هناك بؤر، بل هي حتى في مرحلة ما كانت بؤرة لبعض التنظيمات الإرهابية معروف. فبالتالي تفكيك هذه الشبكات هو الخطوة الأولى، هذه الضربة القاضية القاسمة والمشتتة لهم. بالتأكيد هناك متابعة للأجهزة الأمنية الاستخبارية، وهناك معلومات ورصد لتحركاتهم، وبصراحة سوف ينتهون شيئا فشيئا. التركهم هو بحد ذاته كان به غاية، هناك غايات أمنية قد لا تعلن أو لا يعلن عنها، لأنه لحد يوم التنفيذ كان الأمر غير معلن في وسائل الإعلام حتى يتم إلقاء القبض عليهم، وكان يعني البعض عنده علم بهذا الموضوع. لكن إلى أن تمت هذه العملية اللي أنا أكرر شكري طبعا وامتناني لهم، بالنتيجة هذه الخطوات منذ بداية العام الماضي إلى الآن شيئا فشيئا، المحتوى الهابط، القضاء على السلوكيات والممارسات الغير لا تتوالم مع المجتمع، شفنا وشاهدنا للأسف الشديد بعض منظمات الدولية، بعض السفارات يعتبروها أنه هذا تعارض مع حقوق الإنسان، هي ما لها علاقة بحقوق الإنسان. لا عندهم، نتحدث اليوم عن منطقة يمكن حتى اللحظة تسكنها عوائل محافظة. بالمناسبة مهم هذا اللي تفضلت به، لا يعني أنه المنطقة بالمطلق هي منطقة موبوءة وغير صالحة للعيش، هناك عوائل كريمة محترمة لها تاريخ، هذه المنطقة فيها تاريخ، يعني كانوا يسكنون بها أديان ومذاهب أخرى، لكن تعرف تحولت شيئا فشيء إلى منطقة تجارية، ثم تحولت إلى بيئة ملتهبة بهذه الشبكات المنحرفة عن المبتعدة عن القانون وعن القيم وعن الثوابت الإخلاقية المجتمعية. هذه مكافحة هؤلاء أعتقد له مردودات إيجابية كبيرة، ده يشوفك ارتياح جماهيري، يعني بحيث شعبي ما كانت أكو يعني نساء أو عوائل تستطيع أن تدخل أو تمر من هناك
ليلا رغم وجود القوات الأمنية، لكن مشاكلها كثيرة وكبيرة، وليس أن مراكز الشرطة أو القوة الماسكة راح يقول لك ليلا نهارا، خصوصا في ساعات متأخرة من الليل تكون المشاكل والحوادث كبيرة جدا، سرقات، قتل، طعن، مخدرات. فكان من ضمن الخطة والبرنامج. أعتقد ماكو منطقة مماثلة لها في بغداد للأمانة. أستاذ نوال، عوائل المحافظة تسكن هذه المنطقة حتى اللحظة، منهم ربما من اضطر بسبب هذه المجاميع اللي تقطن في هذه المنطقة للرحيل، غادر هذه المنطقة. زين، اللي المتبقين واللي يعانون الأمرين بسبب هؤلاء، هل من الممكن اليوم يتعاونون مع القوات الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة؟ لو ممكن أنه يأثرون تهديد عليهم هذه العصابات يساكنوا، وبالتالي حتى يصل الأمر إلى أن يتسترون عليهم. يعني بالتأكيد هي عملية بهالمستوى تحتاج تعاون من قبل الأهالي المتواجدين، من قبل يعني حتى الكبار بالسن الموجودين اللي ممكن أنه يلعبون دور في يعني استتباب الأمن بالدرجة الأساس. لكن بتصوري أنه الجهود والتركيز على الخطوات الأمنية من قبل وزارة الداخلية هو الأهم، حتى وإن كانت هناك معلومات استخبارية قوية ورصينة، لكن بالتأكيد يعني التحركات يجب أن تكون مدروسة، خصوصا أنه قدرة هذه الشبكات المتواجدة واستمراريتها بالعمل وإمكانيتها في التحايل على قوى الأمن كبيرة وممتدة لفترات زمنية طويلة. فبالتأكيد هي بحاجة إلى تعاون مشترك، والعملية لا تزال قيد التنفيذ، وبتصوري أنه ممكن أنه تكون يعني منجزة بالفترة القادمة أكثر، خصوصا تعرف إحنا بس نقول بس الخطوة الأولى، نتخذ الخطوة الأولى، بقية الخطوات يعني تكون هو أسهل وأكثر. بقية سلاسة الخطوات تكون أكثر أهمية، شنو تتوقعين وشنو المفروض تكون الخطوة الثانية؟ اليوم حملة تنتهي ممكن بعد 3 أيام 4 أيام، ويقدرون اللي طلعوا أو اللي قدروا يخرجون من المنطقة يرجعون بالتالي ويزاولون عملهم من جديد. ما بالتأكيد العملية مو اعتباطية، يعني مو اجت وزارة الداخلية واشعرتهم بالخوف وقبضت على 300 شخص وبعدين يعني تسلم زمام الامور مجددا بهاي البساطة، ولا كانت يعني عبثية العملية. بالتأكيد هي بحاجة الى وضع نظام يعني لإدارة هذه المنطقة، للسيطرة عليها، للتعاون مع الأهالي، لفاعلية الأهالي المتواجدين إن كانوا غير يعني منتمين أو منضوين لهذه الشبكات، وبالتأكيد بالاستمرارية بالمراقبة بالمتابعة. هذا يعني هذا ضروري جدا، إنه مو إحنا ما نكتفي بهذه الخطوة، لا، حتى أنت تعيد تأهيل هذه المنطقة تحتاج عدة خطوات. اليوم كانت الخطوات من قبل الوزارة الداخلية، نعم، بكرة في خطوات مطلوبة من وزارات أخرى، من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمتابعة حالات البطالة، من وزارة الصحة لمتابعة الحالات اللي يعني تتناول المخدرات وطريقة تأهيلها وإعادة يعني ضخها في المجتمع. فما تنتهي هنا العملية، لا، يعني ولا كانت هذه خطوات بصراحة غير مجدية. إحنا بحاجة إلى استمرار وإلى متابعة وتعاون من قبل بقية الوزارات ومن قبل بقية المؤسسات للنهضة في هذه المنطقة تحديدا. دكتور حيدر، برأيك أنه هل من الممكن أن تقف بعض الجهات المتنفذة ضد هذه الحملة على منطقة البتاوين لأسباب يعني مختلفة؟ تلك أمة قد خلت، لا أحد يستطيع اليوم أن يقف أمام قوة تنفيذية وأمام القوة القضائية. بفضل الله هذا التعاون اللي حصل بين مجلس القضاء الأعلى، مشكورا الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبين الأخوة الأجهزة الأمنية بكل مسمياتهم، لا سيما الأخوة في وزارة الداخلية، لا أحد يستطيع اليوم أن يقول أنا بالضد أو بالند من هذه الحملات التي هي بالنتيجة تستهدف استقرار وأمن البلاد والعباد والحفاظ على البيئة المجتمعية وعلى الثوابت الأخلاقية للمجتمع، بغض النظر عن اختلافاتهم الإثنية أو القومية أو العرقية. بالنتيجة سابقا كانت تتهم جهات وفئات هي مجاهدة، هي يعني لها صولات وجولات، على أنه هذه الحانات والملاهي والبارات تحميها هذه الجهات، عندما كانت هذه الصولات والجولات وإنهاء هذه المظاهر السلبية في المجتمع
ما سمعنا صوت لهؤلاء؟ يفترض هذه الحملة تدعم إعلامياً مجتمعياً لأنها تؤسس إلى مرحلة نظيفة، إلى مرحلة جديدة، حتى لا يكونون هؤلاء النموذج السيء لشبابنا، لأبنائنا، لطلبتنا. فبالتالي أنا أعتقد نفس هي هذه الجهات التي كانت تروج هذه المسميات والعناوين، اليوم هي كأنها على رأسها الطير، لم يتفاعلوا مع هذا الموضوع. بالتالي وزارة الداخلية أعتقد والقضاء يمتلكون من القدرة والشجاعة على أن أي جهة تتدخل أو أي شخصية تتدخل يعلنون اسمها للرأي العام حتى نعرف من هو. قد يكون هناك تخادم ما بين بعض الأشخاص ودعم لهذه بعض الشبكات الجريمة المنظمة، واللي الآن ممكن أن يكون تخلى عنهم. التحقيقات أعتقد والاعترافات سوف تكشف لنا الكثير. نعم، رئيس مؤسسة نارامسين للحوار والتنمية المجتمعية دكتور، شكرا جزيلا لكم، شكرك جزيلا، حياكم الله. شكرا لحضرتك، والباحث في الشأن السياسي والاجتماعي الأستاذ نوال الموسوي، شكرا جزيلا لجناب. شكرا لكم. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الأول راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول عملية وزارة الداخلية. إذن محور حديث ملفنا الثاني راح يكون حول ملتقى الأمن الاقتصادي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت مع الخبير الاقتصادي الأستاذ جليل اللامي. أستاذ جليل، مرحبا بحضرتك. مرحبا، حياك الله. أهلا بجنابك. أستاذ جليل، العراق ما زال يواجه تحديات في القطاع المصرفي، شلون تشوف حرمان المصارف العراقية من الدولار أبرز هذه المشاكل اليوم؟ شلون تشوف الخطوات الحكومة لتصحيح هذه الأخطاء وتقويم طريق أو مسار العمل المصرفي؟ تحية لكم ولقناتكم الكريمة، شكرا على الاستضافة. حقيقة القطاع المصرفي العراقي فيه الكثير من المشاكل المصرفية، وأول هذه المشاكل عدم قدرة العراق على مواكبة التطور الإلكتروني الحاصل في العالم بصورة عامة. نعم. وفي المنطقة بصورة خاصة. البنك المركزي العراقي لديه الكثير من المحاولات من أجل إصلاح النظام المصرفي، وآخرها قبل أيام مبادرة دمج بعض المصارف، يعني المصرف الصناعي والمصرف الزراعي. نعم. مصرف الرافدين سينشق إلى مصرفين، المصرف الرافدين القديم والجديد، ومن ثم دمج مصرف الرشيد مع مصرف الرافدين. كل هذه الأمور هي محاولة لإصلاح النظام المصرفي في العراق. حقيقة إذا نظرنا إلى النظام المصرفي في العراق نجد هناك عدة ملاحظات. نعم. الملاحظة الأولى تأخر القطاع المصرفي التجاري في العراق، حقيقة يعاني من الكثير من المشاكل. أول هذه المشاكل عدم وجود مصارف توأمة للمصارف العراقية، يعني بمعنى مصارف مراسلة بمعنى مصارف مراسلة للمصارف العراقية. لحد الآن أغلب المصارف العراقية لم تفتح فروع لها في مصارف أجنبية،
بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي في المصارف الحكومية وما لاحظناه وما نسمعه بين الحين والآخر من مشاكل فساد مالي وإداري في المصارف. هذه مشاكل، لكن نعم. أسبابها شنو؟ سيد الفاضل، حقيقة إذا ما نظرنا إلى القطاع التجاري هو عدم مواكبة التطور الإلكتروني الحاصل بالعراق. يعني تعرف حضرتك لحد الآن النظام الشامل لم يعمل بالعراق. أصرار الحكومة العراقية، أقصد حكومة السيد السوداني، منذ شهر حزيران الماضي إلى يومنا هذا تحاول تطبيق الصرف الإلكتروني من خلال الكروت الإلكترونية، لم ينجح هذا المشروع لحد الآن. يعني أنت هسه من تروح كل دول العالم ما حد يتعامل بالنقد أو الكاش في الأسواق أو التبضع أو كذا ما عدا العراق، وتعرف هذا خطر على الكتلة النقدية الآن هي مبعثرة. بالمقابل عدم ثقة المواطن العراقي في النظام المصرفي العراقي. لذلك حضرتك في بادئ الأمر تكلمت عن المؤتمر الاقتصادي في لبنان، هي خطوة العراق يحاول من خلالها إصلاح النظام المصرفي في العراق. بالإضافة إلى ذلك الاستفادة من تجربة دول الخليج. حقيقة دول الخليج قطعت شوط طويل في هذا الباع أو هذا المجال. لذلك العراق يحاول خلق شراكات مصرفية ومالية مع دول الخليج من أجل يعني فتح المجال للمصارف العراقية لمواكبة التطور الحاصل في دول الخليج. التطور أو التقدم الإلكتروني، اليوم الحكومة وجهت بالعمل بالبطاقة الإلكترونية بالنسبة للبنزين فقط، لكن هناك إجبار، أكو إقبال لكن نحتاج إقبال أكبر وتعميم هذا الأمر على أكثر من البنزين فقط. زين، البعض يشوف شنو أهمية هذا الموضوع، بطاقة إلكترونية أنا بجيبي سواء دفعت كاش أو دفعت نقد، شنو اللي راح أستفاده أنا وشنو اللي راح تستفاده الحكومة؟ سيدي الفاضل، أول شيء الحكومة تستطيع أو تبقى يدها على الكتلة النقدية المبعثرة الآن في الأسواق التجارية، هذا أولا. الحكومة العراقية تستطيع تقليل المواد المسروقة وعملية التهريب، لأنه خاصة الوقود المحسن يعني البنزين المحسن والبنزين الممتاز أغلبيته يهرب إلى خارج العراق بسبب فارق السعر. إذا ما تم من خلال عمليات التبادل الإلكتروني أو الكروت الإلكتروني، أعتقد بأن هذا الموضوع سيحد من عملية التهريب. بالمقابل المواطن العراقي سيستفاد أولا خطورة حمل المبالغ النقدية في جيبه، بالإضافة إلى ذلك يخلصه من عملية العملة المزيفة والسرقة، بالإضافة إلى الإكراميات من عمليات ابتزاز يتعرض لها المواطن في محطات الوقود. يعني أنا مرت وياي تجربة في إحدى محطات الوقود عندما أجبرت الحكومة العراقية البنزين المحسن أن يتم من خلال الكروت الإلكترونية، جاب المبالغ في المحطة، أنا كنت ناسي البطاقة مالتي، قال إيه إيش قد تريد؟ قلت له ب30,000 دينار، قال ب27,000 دينار وأخذ من يمك 30,000 دينار. يعني هو عنده بطاقة، يعني هذا ابتزاز. الحكومة العراقية خلال الشهرين الماضيين أعتقد بحدود ال3,000. زينة، أنا صار موقف قدامي أنه في باب إحدى الدوائر اللي تعمل بالبطاقة شرط بالبطاقة، واحد من المعقبين اللي بالباب يريد 20,000 بس حتى يستخدم بطاقته، تنطي كاش فوق 20,000. هو شوف هذا الخلل من الحكومة العراقية أو من البنك المركزي العراقي. حقيقة الكروت الإلكترونية الآن في العراق كثير من الكروت الإلكترونية، الفيزا كارت والماستر كارت والنخيل يعني الكثير من الكروت الإلكترونية، بالمقابل لا يوجد تنسيق في عملها. بالإضافة إلى ذلك يعني الحكومة العراقية من خلال البنك المركزي تتكلم بفائدة معينة أو بمبلغ تحويل معين، وبالتالي نجد عندما يحول أي مواطن حوالات إلى الخارج يتفاجأ بحجم العمولات التي تتقاضاها المصارف المراسلة، أقصد المصارف الأجنبية العاملة في العراق، الأهلي الأردني وغيرها من المصارف المسيطرة على المنصة الإلكترونية. يعني مثلا نتكلم الآن الحكومة العراقية تتكلم عن 1320
للحوالات و1310، لكن نتفاجئ في 1380 1400 وصل. اي هذا كله بسبب عدم رقابة البنك المركزي على خاصة المصارف المراسلة، لذلك هناك تهرب من الامتثال خاصة المصارف التجارية والمصارف المراسلة لتعليمات البنك المركزي العراقي. حقيقة هي كل خطوة في بداية الأمر يعني تواجه صعوبات وعدم امتثال، لكن نتائجها مهمة جدا خاصة للحكومة اليوم. يعني تبقى الأموال تحت تصرف الحكومة، يتم التداول خلال البطاقات والفلوس موجودة داخل المؤسسات والمصارف. هسه البعض يقول لك اليوم العراقيين ما عندهم الثقافة المصرفية ويروح يخلي فلوسه بالمصارف يخاف. هسه إذا ما يضم فلوسه بالمصرف فهو كم موظف عندنا، كم منتسب، كلهم راح رواتبهم تبقى بهذه البطاقات. هو المفروض يعني المفروض فكرة الادخار الإجباري، أعتقد بأن الحكومة العراقية أصرت على فرض 20% من راتب الموظفين يتم التبرع بها، يعني تبقى هاي إجباريا عندما يسحب الموظف راتبه من من خلال الكروت الإلكترونية، يبقى 20% يتبرع بها، لازم يتبرع بها. احنا حقيقة هناك تأخر من قبل المصارف خاصة الحكومية من تثقيف الجماهير أو المواطن العراقي على كيفية التعامل مع الكروت الإلكترونية، لأنه عندما تخرج إلى خارج العراق كل التبضع بما فيها سيارات الأجرة تتعامل بالكروت الإلكترونية، لكن هناك نقص في توعية الجمهور العراقي على كيفية الاستخدام ومزايا وفائدة الكروت الإلكترونية. جيد، نتحدث عن جهود البنك المركزي ورابطة المصارف للنهوض بواقع النظام المصرفي بالعراق، أيضا نتحدث عن زيارة السوداني ووضع النقاط على الحروف في زيارته الأخيرة إلى واشنطن بخصوص حل مشاكل القطاع المصرفي وأهميته. السيد الفاضل، القطاع المصرفي في العراق فيه الكثير من المشاكل، خاصة المصارف التي عوقبت من قبل البنك المركزي العراقي بتوجيه من قبل الفيدرالي الأمريكي. هناك أكثر من نصف المصارف التجارية هي معاقبة، هناك الكثير من المصارف الحكومية الآن هي تحت الوصاية. الحكومة العراقية حقيقة تحاول تصحيح هذا المسار، فتحت المجال أو حثت المصارف التجارية من أجل فتح فروع لها في مصارف أجنبية مثل جي بي مورغان وستر يونيون وغيرها من المصارف العالمية الكبيرة، من أجل تسهيل عملية التجارة والامتثال إلى المنصة الإلكترونية. لكن مع الأسف هناك تأخر بالثقافة المصرفية لدى القطاع التجاري في العراق. الحكومة العراقية أعتقد لو تلجأ إلى موضوع دمج المصارف حالها حال فكرة الشركات الصرافة عندما تم دمجها إلى ثلاث فئات A و B و C، أعتقد هذا الموضوع هذه المشاكل جاءت نتيجة تراكمات، يعني ما تراكمات وتأخر. يعني تعرف احنا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي تأخرنا كثيرا عن التطور الإلكتروني والأتمتة الإلكترونية لقطاع المصارف عن العالم بصورة هو عامة. هو مشكلة انه العراق حتى مو بعد عام 2003، انه تأخر العراق بالمجال القطاع المصرفي. اكيد 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 اتكلم لك انا منذ ثمانينيات القرن الماضي لدينا مشاكل، لكن الآن هناك نهضة اقتصادية يقودها السيد السوداني حقيقة، خاصة في مجال في قطاع الاقتصاد وبالذات في قطاع المصارف. يعني كانت هناك محاولات حثيثة عند ذهابه إلى واشنطن من أجل التأكيد والتركيز على موضوع الصرف الإلكتروني، يعني عقد عدة اجتماعات مع شركات عالمية تعمل بالكروت الإلكترونية. كل هذه الخطوات من أجل تطوير النظام المصرفي في العراق، لكن بالمقابل يعني تحركات البنك المركزي العراقي ليست بالمستوى الذي يليق بمكانة البنك المركزي العراقي من أجل إجبار المصارف التجارية وحتى الحكومية. حقيقة هي متأخرة في الامتثال للتعليمات والقوانين الدولية. نحتاج اليوم لنمو الاقتصاد الرقمي بالعراق، شنو الخطوات اللي لازم نبدأ بها تسلسلا حتى نوصل إلى النتيجة المطلوبة؟ سيدي الفاضل، لا يوجد أي تطور في القطاع إذا ما تكلمنا عن القطاع الاقتصادي بصورة عامة،
إذا لم نواكب التطور الإلكتروني في العالم لا يحدث أي تقدم أو تطور في القطاع المصرفي في العراق، بمعنى الأتمتة الإلكترونية. يعني ارتفعت ما تم العمليات الحجز الإلكتروني للبنزين المحسن والممتاز الشهر الماضي بحدود 17 مليار دينار عراقي. تعرف هذا المبلغ كبير جدا، يعني مقارنة مع الشهر القبل كانت 9 مليار، وعندنا ب1.5 إن شاء الله دوائر خدمية كثيرة بعد راح يكون التعامل. مو أنت أستاذ محمد تكلمت قبل قليل عن موضوع الابتزاز الذي يتعرض له المواطن العراقي في كل مؤسسات الدولة، يعني هسه مثلا وزارة الداخلية عممت من 1.5 بعد كلها لازم تعمل الجباية مالتها بالدفع الإلكتروني. طيب اللي ما عنده دفع إلكتروني شلون؟ عفوا بطاقة إلكترونية يسوي. اللي ما عنده ثقافة، يعني كثير من المواطنين هم أميين، هذا الأمي يتخوف من عملية السرقة والابتزاز عندما يتم التعامل من سرقة. ماكو ورقة بإيدك ينطوك إياها ورسالة على تليفونك تجيك، شلون تنسرق بعد؟ لا دي تصير هواي عمليات، يعني خاصة مع كبار السن، يعني يصرف شكل وينطي شكل إلى أن يروح ويجي أو ما ينطي، تعرف عمليات النصب والاحتيال. بالمناسبة كثيرة. حتى السرقة إذا حصلت، وهذا معمول به بكل دول العالم، إذا شخص راد يسرق من عندك فد مبلغ أو يدوس صفر زايد، بالتالي تراجع حساباتك برسالتك، تروح المصرف تعاد هذه الأموال المحولة. بمعنى حتى إذا كانت عن طريق الخطأ. بمعنى نحتاج إلى تثقيف المواطن على فائدة الدفع الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك نحاول، يعني الدولة العراقية يجب أن توحد هذه الشركات، يعني الآن لدينا الكثير من الشركات والكثير من الكروت الإلكترونية، وأغلب هذه المصارف لديها الاتصالات مع بنوك خارجية، نحتاج إلى توحيد، يعني أقل عدد من هذه العمليات. بالإضافة إلى ذلك تسهيل عملية الإيداع والسحب أكثر، بالإضافة إلى تخفيض نسبة العمولة، كل هذا يسهل على جد المواطن العراقي. بالإضافة إلى وضع صرافات بالشوارع حتى اليوم لما تكون فلوسي. أكيد هذا الـ ATM يخلصك حتى من عمليات السرقة التي يقوم بها يعني مكاتب الصرافة، يعني عن طريق أجهزة POS. يعني هي العمليات السرقة في هذا الجهاز، بينما بالـ ATM لا، وعندك ثقافة بالتعامل مع الـ ATM أعتقد بأنه تتغلب على الكثير من المشاكل وخاصة السرقة والابتزاز. نعم، الخبير الاقتصادي الأستاذ جليل اللام يشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة، شكرا جزيلا لجنابك. إذن مشاهدينا، ختام حصاد هذه الليلة بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. الأمن الوطني يعلن الإطاحة بشخصين يبتزان الأطباء والأثرياء ويوهموهم بغطاء سياسي وحزبي في ديالى. رئيس هيئة النزاهة يعلن الاتفاق مع الانتربول على عقد مؤتمر دولي في بغداد يختص بتوسيع سبل التعاون. وزارة التجارة تعلن استلام 270 ألف طن من الحنطة وتتوقع وصول الكميات المستلمة إلى 7 ملايين. السعودية تعلن تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام إلى النجف الأشرف ابتداء من مطلع حزيران. قيادة قوات الحدود تعلن القبض على 45 متسلل أجنبي حاولوا تجاوز الحدود. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.